اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل الصحي، يوم الاحد من كل اسبوع بيكون الاكل بتاعنا بقدر الامكان نهرب من الدهون والزيوت اللي ممكن تؤدي للتخانه ونؤدي وزننا يزيد، ونعمل يوم هيلث في الاسبوع مفيش مشكله. ولكن بمدرسه المغازي معانا فراخ النهارده ومعانا بسطرمه. مدرسة الكوردون بلو بتقول إن صدر الفرخة يتفتح يتحط فيه حشوات كتيرة، سواء لحمة باردة أيا كان، لحمة مفرومة، جبن، وبعد كده يتبلور ويتغلف من البقسماط ويتقلي في الزيت. هنعمل الكوردون بلو النهاردة مشوي ونحشيه بسطرمة هبرة لطيفة. احنا كلنا عارفين البسطرمة بتتعمل من الحلبة اليابسة الناشفة مع التوب وتتحط في مكان جاف في تهوية لغاية لما تبقى بسطرمة بعد 21 يوم. معانا كوسة النهاردة هنعملها بالبشاميل. الكوسة متهمة ان هي بتكون دسمة، واخدة لحمة مفرومة وبشاميل دقيق وزبدة. هنهرب من ده كله ونعمل كوسة بالبشاميل النهاردة. الشوفان بتاعنا هيكون هو سيد الموقف في البشاميل. معانا اخواننا المسيحيين النهارده، معانا طبق حلو لطيف وجميل صحي برضو. هنعمل الكيكه بالبرتقال وفيتامين سي ونسقيها كمان عصير برتقال. الكيكه طبعا ما فيهاش لا بيض ولا زبده، هتتعمل بزيت نباتي ونشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده، فيها تكنيك عالي من الجوده ان انا اعمل اكل ازاي، اكل صحي بأقل تكلفه ممكنه، واقدر اعمل الطبق بتاعي يكون صحي بقدر الامكان بنسبه 50% 60%، ولكن بقدر الامكان يكون الاكل صحي، لان احنا محتاجين يوم في الاسبوع يبقى الاكل بتاعنا صحي. انا هستاذن حضراتكم واروح فاصل صغير وارجع بعد الفاصل نشوف الاكل الصحي اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة النهاردة، ولكن الأكل بتاعنا عنوانه الأكل الصحي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. أنا مش بقولك تكوني قاسية في موضوع الأكل الصحي، إنك تعملي أكل على مزاجك أنت وعايزة تخسي، جوزك عايز يأكل حاجة حلوة، ولادك نفس القصة، أنت خليكي وسطية كده في موضوع الأكل، الكل يأكل منه. هنعمل مع بعض دلوقتي إزاي الكوسة بالبشاميل. مدرسة الكوسة بالبشاميل اللي بتقول إيه؟ كوسة بشاميل لحمة مفرومة أو فراخ مفرومة. إحنا معانا لحمة مفرومة قليلة الدسامة، نسبة الدسامة فيها من 20% لـ 15%. كوسة ومعانا شوفان، وشوفان ناعم وشوفان حبوب يعني من غير ما يكون مطحون، وبصل وتوم، والبهارات بتاعتنا شوية ملح وشوية فلفل. المقادير بسيطة وسهلة، تعالوا نشوف هنعملها مع بعض إزاي. إيه اللي جاهز عندنا ومتحضر معانا؟ اللحمة على النار عشان نكسب وقت، ووقتنا من ذهب فلازم نستغل كل دقيقة وكل ثانية فيه. ادي اللحمة المفرومة على النار اهيت، خدت البصلة الحلوة، خدت التومة الحلوة، الصورة الحلوة على الشاشة. اساتذة المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، شايفين اللحمة يتعرف فيها دسامة ازاي؟ لما تلاقي نازل فيها دهون في الأرضية بتاعت الكسرولة اللي بتحمري فيها أو في الطاسة أهو، شايفة تحس إن هي هبرة حلوة كده حلوة. وصيت الجزار، روح ربنا يوعدك بزيارة النبي يا أبو محمد، اديني حتة لحمة مفرومة حلوة ما تكونش دسمة، ما يكونش فيها دهون يا حاج. الراجل الطيب هيديها لك مفرومة زي الفلة، خدتها أنت حمرا وفرمتها في البيت أهلا وسهلا، تبقى أحسن مني. أهو اللحمة على النار، هنتبلها. تبلها بإيه يا عم الشيف؟ شوية بهارات كده لطاف حلوين، الفلفل الأسود، الملح، حابة تحط شوية بابريكا ماشي، دي بتاعتك أنت، شوية جوزة الطيب. التوابل ملاش علاقة بالرجيم، يعني التوابل بالعكس بتنشط المعدة وبتساعد على التخسيس. حلو، فمفيش مشكلة من ناحية التوابل. أي نعم ممكن بيكون تفتح الشهية شوية بس يعني أنت اعملي كنترول عليها. شوية بابريكا حلوين كده، شوية كمون علشان الكوسة. تبلت اللحمة بتاعتي وقلبتها كده زي الفل، دي رقم واحد. عايزاها بقى بالطماطم، حط لها صوص طماطم. عايزه لحمه مفرومه بس، اهلا وسهلا، يعني ليك الاختيار. البشاميل دايما البعض بيحب اللحم المفروم متعصق كده من غير طماطم، البعض يحط معلقه معجون طماطم، البعض يحط عصير طماطم، وهكذا. انا بقى لا هعمل لا ده ولا ده. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ معلقه فلفله حلوه اهي، ده الطعم. دي مفيش مشكله من ناحيتها، دي فلفله
بتتجاب، بتتشال البذور بتاعتها وتتيبس وتنضرب في الكبه وتتشال في الثلاجه عليها شويه زيت زيتون. ادت لون للحمه وادت طعم للحمه واختصرت الموضوع. دي رقم واحد خلصنا منها. نيجي للبشاميل. ناخد دي نخليها على نار هاديه كده ونتكلم عن البشاميل الشوفان. بيتعمل ازاي؟ معانا حليب بيغلى على النار، حطيت فيه شويه شوفان عشان الشوفان شويه تقيل على ما يديني الالياف بتاعته بالشكل ده كده، واخد الشوفان اللي ده ادوبه في شويه حليب واحطه على النار. ده شوفان حبوب اهي، باخد شويه كده بالشكل ده كده وادوبهم في شويه حليب معايا كده. انا عملت الايه الخطوه الثانيه اللي هي البشاميل. واسيبهم هنا في الحليب ده كده. مدرسه الشوفان بتقول ايه يا مغازي؟ عايزه تحصلي على شوفان قوامه طري لطيف وجميل، اتركيه في حليب دافي فتره ساعه زمن او ساعتين، ممكن تاكليه تاني يوم مفيش اي مشكله زي ده كده. خلاص خلصنا من الشوفان. طيب نخش على اللي بعده، الكوسه. كوسه مفيده للقلب، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، بتساعد الجهاز الهضمي على الهضم. هناخدها كده ونقطعها هي عم الشيف شرايح، وعندنا ماء يغلي على النار. لازم يكون فيه ميه بتغلي على النار. نقطع الكوسه الملحمه دي كده بالشكل ده كده، كوسه لطيفه اهيت من خير ارضنا، وتشتريها بنفسك انت، ما تجيبيش الحبه الصفراء، جيب الحبه الخضراء الحلوه. واحنا في موسم الشتاء من نعم ربنا علينا، الشتاء بيجي بخيره من الخضروات والفواكه الحلوه. عشان كده النهارده معانا الكوسه، معانا برتقانه، هنعمله كيكه صيامي. الكوسه عايزه ملحمه كده، عايز لما اكل الكوسه احس ان انا باكل كوسه، ما اقطعهاش رقيقه خلي بالك. واستفيد بالميه بتاعت الكوسه. البعض بيعمل ايه؟ بيسلق الكوسه ويرمي الميه بتاعتها بالعكس، او يسلق سبانخ ويرمي الميه بتاعتها، ده غلط. تسلقي خضار زي كوسه، زي جزر، زي بسله، زي سبانخ، استفيدي بالسوائل اللي بتنزل منه مع السلق في عمل بشاميل، اضافتها للصوصات بتاعتك وهكذا. كوسه بالشكل ده كده، سكينه حاميه، اتحكم في السكينه كويس. عملت طبق كوسه بالبشاميل، معروفه ان هي بتكون دسمه، قدرت ان انا اخش جوه الماتيريال بتاعها والمكونات بتاعتها واهرب من كل ده واعملها ايه؟ ريجيم. زي الفل. ماء يغلي على النار، واحده واحده كده. ونحط الطاسه دي كده، حلو قوي. ونحط في الطاسه دي يا عم الشيف شويه زيت زيتون. انا بحضر الكوسه دلوقتي، هنا بنت تركايه، هنا بركزي معايا، دي التركايه لعمل الكوسه. طاسه على النار شديده الحراره، بصله وتومه ناعمه، مدرسه ايه؟ شوف هنعمل ازاي دلوقتي. ما سلقتهاش انا. احط البصلايه دي على النار مع زيت زيتون واقلبها، هتخلي عينيا تدمع. اعمل ايه؟ احط شويه زعتر وشويه بهارات، وليكن من السماء ومن الزعتر الحلو بتاعنا الجميل والروزماري. كده انا بطعم الكوسه بالروزماري والزعتر. زي الفل. وداعا للدموع، انزل بشويه ثوم واقلب. حضرت الكوسه كده زي الفل. بصلايا، تومه، زعتر، روزماري، معلقه زيت زيتون كده، خدت طعم البصلايه حلوه. بعمل ايه يا شيف؟ باخد الكوسه اللطيفه دي كده. ركزي معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. اللهم صل على النبي. يلا فرسان التلفزيون المصري، كوسه تنزل على البصلايه والتومه مع الزعتر والروزماري مع زيت الزيتون. ما سلقتهاش في ميه. حلو قوي، جميل قوي. تقليبه صغيره كده، اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. الكوسه هنا هتخضر وتبقى شكلها جميل دلوقتي على فكره، وهنشوف ايه السر في الموضوع. ركزي معايا يا باشا عشان في تركايه جايه دلوقتي تساوي مليون جنيه. زعتر، روزماري، بصل، ثوم. وقلبت الكوسه في قلب الخلطه دي يا عم الشيف. تسلم ايدك يا عم الشيف. عندي ماء يغلي على النار شديد الحراره،
حلو قوي. بحط على الماء ده شوية ملح. حلو قوي. بحط على الماء ده عصرة ليمون. حلو قوي. وأقلبه. اللهم صل على النبي. واخد من الماء ده كده على الكوس. يا ويلي يا ويلي على المدرسة. خلص الكلام. هم شوية المية دول. اتبخرت الكوسة واتحضرت الكوسة لعمل البشاميل بتاعي. أروع البوتاجاز بتاعي ونجيب كسرولة حلوة بقى ونطبق الأكلة دي. تاني نشوف احنا عملنا ايه مع بعض عشان اللي ما اخدش باله واللي فتح التلفزيون متأخر. احنا معادنا الساعة 1 على القناة الأولى والفضائية المصرية. عشان ما يفكيش معلومة. حلو؟ الكسرولة بتاعتنا زي الفل اهي. خليها هنا، خرجنا عايزها هنا. ومعانا الحليب على النار بيغلي، الشوفان خلاص نقعناه في مية، هنسقطه كده، الشوفان أهو بتاع البشاميل بتاعي. الشوفان طبعًا إحنا عارفين إنه في ألياف فعالة وألياف غير فعالة. عامل زي عداد الكهرباء بتاع الشركات، عداد بيبقى فيه عدادين، عداد يعد وعداد مفقود. الشوفان فيه ألياف فعالة وألياف غير فعالة، يعني إيه يا عم الشيف؟ يعني ألياف بتمتص كل الدهون اللي موجودة في الجسم. وفعالة على طول، بيسموه مكنسة المعدة. ده الشوفان على النار مع حليب بيغلي، لحمة مفرومة متعصجة زي الفل، ما فيهاش أي دهون خالص أهي، على عينك يا تاجر، جزار ابن حلال. معلقة الفليفلة الحلوة ادت شخصية للحمة بدون ما تصيص معايا. الكوسة بتاعتي على النار أخبارها إيه؟ أهي زي الفل، اخضرت وبقت حلوة. نطبق الأكلة دي في الكسرولة ولا نطلع فاصل؟ كلمة كلمتك مخرجنا. عينيا. حاضر. حاضر يا غالي. أنا بس عايز قبل ما أطلع الفاصل، عشان مهم جدا يكون في خطوات عمل واضحة، عايز أعمل كوسة بالبشاميل، ومش لازم تعملي الأكل اللي أنا عامله ده كله يعني، بس أعملها بتكنيك عالي وبقدر الإمكان بنسبة 50-60%. كل ما تجتهدي، كل ما تلاقي الطبق معاك زي الفل هيلسي، نهرب من الدهون. أنا ما استخدمتش لا زبدة ولا سمنة، هما كل القصة معلقتين زيت زيتون حمرت فيهم البصلاية بتاعت الكوسة، ومعلقتين زيت زيتون حمرت البصلاية بتاعت اللحمة المتعصجة، ووصية من الجزار الحلو جبت حتة لحمة قليلة الدسامة، والبشاميل بتاعي خالي من الزبدة، في حليب اللي هو قليل الدسامة بنشتريه من أي سوبر ماركت، مع الشوفان طلع معايا البشاميل. أستأذن حضراتكم أروح مشوار صغير فاصل يعني، ونرجع بعد الفاصل نطبق أكلة مكوناتها ثلاثة ولكن بقدر الإمكان بنسبة 50% هيلسي، لأن طبعا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. أوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، دي امانه. مش بعمل حاجه في الفاصل، انا اروق مطبخي، اشرب شويه يلسون حلوين كده بيعزمنا عليهم مخرجنا الجميل. الشوفان طلع معايا هو زي الفل، ايه ده قوام للبشاميل. عشان قلت لحضراتكم هو بياخد وقت شويه غير الدقيق، لما بنعمل شوفان بالدقيق طبعا والزبده بيطلع معايا على طول بمجرد ما بيغلي. الشوفان نصبر عليه شويه. شايفين حبوب الشوفان مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. نجيب التفاصيل لعمل الشوفان بشاميل. عينيا. حاضر يا غالي. عينيا. لا يرفع القوام. ايه الحلاوه دي؟ شفت الحبوب دي؟ يعني قول نسبه دسمه كام؟ حليب من اي سوبر ماركت بيبقى طبعا حليب دايت معروف، شركات مختلفه. جبنا شوفان بودر وشوفان ناعم، ما حمرناهوش في زيت ولا زبده ولا اي حاجه، حطينا الحليب مع الشوفان البودر والشوفان الناعم، غلي على النار، حطينا حبوب الشوفان عشان يبقى له شخصيه كده، وسبناه على النار ياخد وقته شويه كده على النار هاديه، كانك بتعملي مهلبيه من الاخر يعني. واللحمه المفرومه. تعالوا نطبق الاكله الحلوه دي كده. ناخد من الشوفان ده شويه. شفت القوام الحلو ده كده؟ الخضار لما تيجي تعمليه بشاميل، كوسه بالبشاميل، بطاطس بالبشاميل، مسقعه بالبشاميل، البشاميل لازم يكون تقيل، عكس لما تيجي تعملي بشاميل لمكرونه بالبشاميل. حلو ده. لازم البشاميل يكون خفيف او لازانيا. علل ولماذا يا اخي؟ علشان هنا البسطة والنشويات اللي موجوده في المكرونه محتاجه بشاميل خفيف.
ادي الكوسه بتاعتنا اللي كانت بتغلي على النار من شويه، فيها شويه ميه حلوين انا عايزهم اهي. طبعا هي تقريبا كده نص سوا، لان طبعا انا غطيتها وحطيتها على النار. اشيل عود الروزماري ده زي الفل، اخد اللحمه المفرومه اللي انا عصقتها، اشيل الريحان الحلو ده منها، حاجه كده فليفر اهو في سكتنا واحنا ماشيين. دايما مطبخك يبقى فيه الريحان، فيه الروزماري، فيه الزعتر، الحاجات دي بتعلم من المطبخ بتاعك. اصدقاء المطبخ، ريحان، زعتر، روزماري، كرفس، بصل اخضر، دول عائله المطبخ يعني. اهو اي مطبخ بقى شكليه، عايزاه مكسيكي، عايزاه صيني، عايزاه ياباني، عايزاه هندي، الحاجات دي لازم تكون موجوده، خلي بالك. اهو اللحمه المفرومه بسم الله ما شاء الله خاليه من الدهون على ضمانتي، باينه اهي. ما انت لو فيها دهون هتلاقي بياض. عيني، حاضر حاضر اهو. نشيل دول من هنا، تمام زي الفل. نحط بقيه الكوسه اللي عندنا على الوش كده، لان هنحط طبقه في الاخر. ايه بقى؟ قول لي، بشاميل طبيعي. طبقه بشاميل، طبقه كوسه، طبقه لحمه مفرومه، طبقه كوسه، طبقه بشاميل، بنفس الترتيب ده يا عم مشي. الله، زي الفل. واسويها كده. عندي الصوص اللي بتاع الكوسه ده انا عايزه، مش انا قلت لحضراتكم دول مهمين جدا، باخدهم كده اشرب بهم كده. ده المطبخ، شفت بس شويه دول، هم دول تيست بقى. لما احط البشاميل التقيل دلوقتي وكله مع بعضه كده تبقى لطيفه. على فكره ممكن استخدم بياض بيض في البشاميل بتاعي، بس انا ما بحبش بياض البيض او البديق البيض في البشاميل. علل ولماذا؟ لان لما اجي اسخنها بتبقى مجلده، فانا ممكن اكل صينيه الكوسه دي على يومين مثلا او على ثلاثه حسب عدد افراد الاسره، فعايز اسخنها. طول طالما البشاميل فيه بيض او عجينه البيتزا فيها بيض، تيجي تسخنها تبقى مجلده. الخبره الطهويه بتقول كده بقى، الخبره دي ما جاتش بكده في يوم بليله، لا خبره السنين. وجود البيض في الصوصات في حاله اعاده التسخين واعاده الهيكله لا يساعد على التسخين جيدا، فيجعلها مجلده. شايف بشاميل مجلده يعني ناشفه. تعالي هاتي واحد اومليت كده اعمليه الصبح وافطري بيه، بتلاقيه طري وزي الفل، وايه تاكليه زي الفل. برد تلاقيه زي البلاستيك، ده الطبيعي يعني. الا اذا كان في خضار بقى وعجه، واحنا عارفين الموضوع ده، فوجود الخضار في البيض بيساعد على ان هو يكون لطيف وجميل. زي الفل. عندنا جبنه اختياري، ده احنا حسب الرغبه، تتاكل كده من غير جبنه تتاكل. عايزه تحط شويه جبنه موزاريلا، اهلا وسهلا. انت بتعمل اكل دايت يا شيف؟ احنا متفقين على قاعده، احنا بنعمل اكله بنسبه 50% ما فيهاش دسامه، بنسبه 50% بتبقى هيلسي. شويه جبنه صغيرين كده لطاف حلوين، عود زعتر محترم كده. شفت الرشه دي بقى؟ هي دي بقى، ده التوقيع بتاع المغازي. درجه حراره الفرن كام؟ 180. ندخلها الفرن مع بعض يلا حبايبي. ننزل الشبكه دي تحت شويه. اللهم صل على النبي. وندخلها الفرن. عايزه لها الطايم قد ايه؟ من 20 ل 25 دقيقه تقريبا. بص عليها كده وصلي على الحبيب. ايه ده؟ ايه الطبقات دي؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ لوحه فنيه اهو. طيب نقفل الفرن، خش على اللي بعده. اللي بعده معانا، احنا معانا شغل كتير النهارده، مش عارف اخلصه ولا لا، بس ربنا يسهل ان شاء الله. النيه نيه ان انا اخلص يعني. هنعمل الكيكه صيامي، انا هبدا بيها عشان دي طبعا اهداء مني لكل اخواننا المسيحيين. احنا بنعمل مع بعض كل يوم طبق صيامي، ممكن يكون حلو، ممكن يكون شوربه، ممكن يكون طبق رئيسي. فاعمل كيكه بالبرتقال بما ان البرتقال بشايله في السوق حلوه، وعملنا صوص برتقال وهعمله مع حضراتكم برضو، وازاي اشرب الكيكه برتقال. المقادير على الشاشه، ولكن ناخد الاحتراس ان احنا نشيل اي حاجه استخدمناها فيها بصل وتوم في حاله لما نعمل حلو. المقادير: برتقال، عصير برتقال، صوص برتقال، شوفان بودر ناعم معانا من حبوب الشوفان 1 كوب، من الزيت النباتي معانا برضو زيت تقريبا ربع كوب
مع البيكنج باودر وبشرة برتقال وسكر باودر. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ونبدا ان احنا نشوف الايه. مفيش بيض يا شفيق، بيض ايه بقى؟ البيض هنا ملوش مكان خالص، دي من غير بيض ولا زبده. على طول وشاف مضرب وشاف كسرولة ازاز يبقى الشيف هيخفق البيض. انا بحط المكونات جنب بعضيها اهوت علشان ايه نركز ونشوف ازاي هنعملها مع بعض. سكر باودر يخلينا كده، والبيكنج باودر يخلينا كده، ومعانا نوعين من الدقيق، دقيق شوفان ونص كوب من الدقيق الابيض العادي. اشتغل ازاي؟ اول حاجه نحطها الزيت. حلو قوي. نحط السكر البودر على الزيت، نحط بشرة البرتقال على السكر البودر، ونشيل حاجة كده أول بأول، ونحط عصير البرتقال. الله، هو ده السر في الكيكة دي. البيكنج باودر هو اللي هيلعب دور كبير في عملية الايه ارتفاع الكيكة بتاعتي. واخفق دول مع بعض. تاني ايه ده بقى يا شيف؟ نقول مع بعض المكونات دي مع بعض: عصير برتقال، زيت، بشرة برتقال، سكر بودر، والتقليب جيدا. للأمانة أنا أضيف حاجة كده، دي مش مكتوبة في المقادير يا أستاذة رحاب بعد إذنك، حاجة لطيفة كده في السكة يعني. حلو، هحط إيه يا شيف؟ هحط شوية كركم صغيرين. يا دلعك يا دلعك. كركم مفيد جدا، خاصة بيلعب دور الوقاية الكبد من الدهون، ويصول جدار الكبد من الدهون. ونقلب دول مع بعض. كركم بيدي صفار وبيدي حلاوة ويدي نضارة. كل دول جاهزين. نيجي لبقية المقادير. دي الشوفان معانا، الدقيق العادي هناخد معلقتين منهم كده زي الفل، يعني تقريبا نص كوب. حلو، وناخد من حبوب الشوفان شويه اهي. ركزي معايا بقى عشان الموضوع ده مهم اهو. ونحط على دول ايه يا عم الشيف؟ التركايه بقى، التركايه هنا البيكنج باودر. خلي بالك لازم الطرق اللي انا شغال بيها دي ده بيكنج باودر. ونقلبهم مع بعض قبل ما نعرفهم على بعض. حلوه دي. شوفان باودر حبوب يعني، والشوفان ناعم، ومن الدقيق نص كوب، معلقتين تقريبا، وحطيت كمان البيكنج باودر وقلبتهم كده مع بعض. حلو قوي يا عم الشيف. من الاسباب اللي ممكن تؤدي لفشل كيكه سواء صيام او عاديه انك تقلبي البيكنج باودر في المقادير وتحطيه على البيض والحليب والزيت وتسيبيه فتره. لا، حطيت المدار الجاف مع المدار السائل لازم تكون الفرن جاهز. يعني مثلا مش تفتكر انك تولعي الفرن، مش تفتكر انك تجيبي كسرله تعملي فيها الكيكه، لازم ده يكون متحضر عندك ومزمبلس وجاهز زي ده كده. دي الكسرله انا دخلها الفرن بالشكل ده كده. معانا شرايح برتقال، ومعانا برتقانه حلوه اهيت. هناخد شرايح البرتقال دي رصها هنا كده اهو. اللهم صل على النبي. في الارضيه بتاعت الكسروله، او تجيب الكلمنتينا او اليوسفي زي ما انت عايزه، يبقى شكلها حلو بالشكل ده كده. وناخد المواد السائله مع المواد الجافه اللي احنا خفقناها مع بعض. يلا مع بعض اهو، ننزل بدول كده اهو، ونقلب كل ده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يلا يلا شايفه طلع معايا الخليط الحلو ده كده واقسم الخليط ده في قلب الكسروله. دول كفايه قوي. اخد الخليط ده بعد كده بالاسباتيوله بتاعتي واحطهم في قلب الكسروله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعملت كيكه بالبرتقال مختلفه الطعم. يلا شفت الجو ده كده؟ الله. عايز اوزع الخليط ده على الكيكه بطريقه لطيفه، اعمل ايه؟
أعلمك على حاجة حلوة دلوقتي. أخليها جنب كده وأجيب شوية زيت كده. ما تكوني شاطرة في المطبخ مفيش حاجة تقف معاكي، تحس إنك أنت كده إيه عندك ثقة في نفسك. شفتي تعملي؟ شفتي البتاعة بتطلع؟ تعالي أنت بقى ما تعمليش الحركة بتاعت الزيت دي كده، تلاقي الإسبتيولا دي نصها إيه من الكيكة. شفت وزعت المقدار ازاي؟ انا عايزك كنت شغاله معايا كده وفاتحه القناه الاولى والفضائيه المصريه في كل انحاء العالم، نستفيد من الطايم بتاع الشيف المغازي ساعه زمن، تقريبا 50 دقيقه مشفيين، كل كلمه بتطلع من بقي بحب، كل معلومه بقولها بحب، ما بتركش اي حاجه غير ان احنا نتعلمها. هساوي الخليط ده كده زي الفل في درجه حراره الفرن 180، في كسروله لطيفه شفتي؟ حاضر يا فندم. بالشكل ده كده. الزيت هو اللي بيساعدني على الملمس الجميل الناعم ده كده. يلا بينا على فين؟ على الفاصل ولا نحطها في الفرن؟ نفتح الفرن في درجة حرارة 180. قول لي يا مخرجنا يا شاطر دي مكانها فين؟ العب. هو ده. يلا خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل، ربنا يقدرنا ونعرف نعمل الكوردون بلو في التايم الباقي عندنا. هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. سن السكينه يا مغازي، معانا صدور فراخ مقادير يا استاذه ريحان بتاعت الكوردون بلو، محشي من جوه بسطرمه، هنعمله النهارده مع بعض ونشوف ايه التركايه وازاي اهرب من الدهون بقدر الامكان. صدور فراخ بسطرمه، مكعبين من الزبده، معلش سامحوني، مع معلقتين من زيت الزيتون، ومعانا شوفان، ومعانا دقيق الذره الناعم. دقيق الذره الناعم زي الفل. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي، وعلى ما نشوف المقادير نبص على الفرن. ايه الدنيا يا حلاوه، المقادير على الشاشه، مقادير بسيطه وسهله في ان احنا نعمل الكوردون بلو رجيم، نعمله دايت، نعمله هيلسي بقدر الامكان، يتعمل مشوي يتعمل مالي. نشوف التفاصيل مع بعض ببساطه وسهوله، ده ما يمنعش ان احنا نطلع احلى صينيه كوسه بالبشاميل معمولة رجيم. نطلعها مع بعض. يلا استعد، استعد للصورة الحلوة. يلا الكوسة الكوسة الكوسة، ايه ده؟ فين هي؟ اهي. اطلعها من الفرن ولا ايه؟ اخليها؟ قولولي ايه الحلاوة دي يا شفيق؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ استعد يا شفيق، استعد وصلي على الحبيب قلبك يطيب. ايه الحلاوة دي يا عم الشفيق؟ لا جيبها لي بقى تفاصيلها وهي بتغلي بقى، جيب لي التفاصيل وهي بتغلي يا جميل يا جميل على الساحة. الله الله. حلوة. رتبنا الفرن بتاعنا. كوسه، ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوره الجميله دي؟ الصوره تعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى. ايه الحلاوه دي؟ تفاصيلها، جبنه موزاريلا قليله جدا، بشاميل الماتيريال بتاعه والمكونات بتاعته شوفان وحليب قليل الدسم، معانا لحمه مفرومه نسبه الدسمه من 20 ل 15 ولتكن صفر، ومعانا كمان كوسه. كوسه مفيش مشكله. حلو، تعال نعمل مع بعض الكوردون بلو. ناخد صدر فرخه حلو كده، تعالى غالي، تعالى يا باشا. حلو قوي، نشيل دي من هنا، مهم جدا عشان ايه؟ الصوره والدم مش بحبه. ومعانا بسطرمه. عشان اعمل كوردون بلو المدرسه بتقول ايه بقى؟ بتقول ان انا اجيب صدر الفرخه الجميل الحلو ده كده وافتحه جيب. احنا شغالين على الرواق والوقت بيحكمنا وكل حاجه، بس انا اللي يهمني من الحلقه ان احنا نوصل للمعلومه. ادي صدر الدجاجه بتاعي بالشكل ده كده من غير ما اتبله ولا اي حاجه، بفتحه على هيئه جيب. والسكينه وهي داخله كده اوعى تعور ايدك، خلي بالك.
افتحها بالشكل ده كده. اه كده اه الفتحه دي مهمه جدا. نفتح واحد كمان يلا مع بعض. اه صدر الفرخ هيجي كده. اه بطرف السكينه كده بالراحه. الشكل ده كده. طريقة تانية لو ما عندكيش صدور الفراخ الكبيرة دي كده، بتجيبي صدور فراخ عادية وتعمليها بمدقة اللحمة كأنك بتعملي سكالوب وتلفيه. بس هنا بيسمينا ببيوت بقى والأسماء التانية. فالكوردون بلو معروف في المطاعم، يعني في بعض الأكلات بيبقى لها شكل متعارف عليه متفقين عليه، زي الكوبيبة لازم تكون شكل بيضاوي، كوردون بلو لازم يبقى محش من جوه، في تغليفة من جوه التوبنج بتاعه، البيتزا عليها موزاريلا، الجراتان عليه يعني متعارف عليه، التبولة لازم تتعمل بالبرغل ومعاها طماطم كده جميلة زي الفل والوردة عليها. فدي أشكال متعارف عليها في الأطباق علشان تتعرف على السفرة بتاعتنا. نبدأ نشتغل ونتبل الإيه حتة اللحمة بتاعتنا ونشتغل مع بعض. آه أنا اللي يهمني إن إحنا نوصل للمعلومة. كسرولة بحط فيها شوية توم. لا يا غالي، بص أنا الوقت يحكمني أيا كان، بس مش بقى يعني لازم أركز في المعلومة. خلص الوقت وأنا شغال كده نعيد بكرة عادي، ما وراناش حاجة، ولكن يهمني المعلومة توصل للسادة المشاهدين. آدي توم. بقول طالما إحنا هنستعجل بقى إيه، زي ما كل أحسن واحدة ست الكل واقفة في المطبخ مستعجلة تعمل الاكل باستعجاله خالص، انا ضد الموضوع ده خالص. ده زعتر، ده زعتر طازه حطيته على التوم. حلو، بهاراتك على التومه، بابريكا، شويه كركم حلوين، شويه زعتر حلوين كده زي الفل. اوعى تحطي زيت، حذاري على باب التلاجه تكوني بتعملي اي بانيه اي كفر بانيه تحطي زيت. ليه؟ الزيت طبعا بيمنع عدم الالتصاق للتوبنج بتاعنا. يعني حطيتي زيت مثلا وانت بتعملي بانيه، البانيه يفك منك في قلب الزيت. حط عصير ليمون، حلو قوي، وشويه الملح المحترمين. دي التتبيله جاهزه اهي، تتبيله الفراخ للكوردون بلو. هنقلب التتبيله دي كلها مع بعضيها. حاضر، في كيكه في الفرن انا عارف، انا مجهز عصير برتقال وصوص برتقال هتطلع من الفرن نسقيها على طول. ده دي التتبيله اهي. الله. اخد التتبيله دي كده، ركز معايا بقى اهو، واخد منها كده واحط جوه هنا كده. بالشكل ده كده، وامسك الصدر الفرخه ده كده ادلعه بايدي. جوه وبره، جوه وبره. الفتحه دي كده ادخل فيها التتبيله اهو. عايزه تعمليه مشوي كده اهلا وسهلا، فراخ روست. تبقى مشويه زي ما هي كده عادي، من غير ما تحشيها ولا تحطيها تحط لها بانيه ولا اي حاجه خالص، زي ما هي كده. دي تتبيله حلوه برضو اهي كده، الفراخ اتبلت زي الفل. نشيل دول من هنا. معايا بسطرمه، تعالي يا بسطرمه. بسطرمه دي عرق الفليتو بتجيب من عند الجزار او الروستو، وتتبل بالحلبه الناعمه والثوم، وبعد كده تتعمل عجينه كده ملبوخه يعني، ونمسك العرق ده نلفه كده وتتحط في مكان تهويه عند الجزار او في الاماكن اللي بيعملوا فيها بسطرمه. طبعا البيض بالبسطرمه بيتكلم مصري في اي فطار الصبح. بسطرمه تمام. هنحشيها البسطرمه. ايه ده؟ لحم فراخ محشيه لحمه؟ ده انتوا بقى حاجاتكم كتيره قوي. بس طعم البسطرمه جوه الفراخ اكيد طبعا الطعم هيكون مختلف. واقفله. عايزه تحط شويه جبنه موزاريلا ماشي، بس هنا تبقى شويه دسمه. لو حطيت جبنه موزاريلا تبقى حلوه بصراحه، يعني انا ايديا واخدانا على الجبنه. ما اكدبش عليكي. كده في قلبيها تدي كده، الواحد يفتحها كده تلاقيها بتمط معاك. حلو. نعمل حشوه كمان تانية. انا بس عايز اوصل الفكره للساده. مش واقفلها كده، اضغط عليها كده بايديا، ونحطه في التتبيله تاني واحد مع بعض. اهو كوردون بلو محشي بسطرمه وحقوق الطبع لدينا وبس. دي بسطرمه، شلنا طبقه التغليفه او التوبنج بتاعها اللي على الوش بلاه التوم، وناخد الجبنه الموزاريلا. عايزه تحط جبنه شيدر اهلا وسهلا. ونقفلها كده. بص ازاي. زي الجيب.
وتبعدي الحشو عن الاطراف عشان الاطراف دي هتتقفل تاني بشكل تاني دلوقتي اهو، ونخليه هنا نفس القصه. بسطرمه، في بدايل للبسطرمه، ممكن لحمه بارده، ممكن لسان، نحط الجبن ونقفلها. فكره جربيها الشكل كده. يلا تمام زي الفل. نشيل كل حاجه من هنا واحده واحده، انا سايبها للاخر عشان فجاه المخرج يقول لي لم الدنيا، فاضل لنا دقيقتين اجري خلصنا. انا واقف مع حضراتكم اهوت واحده واحده، خلي بالك. اهم حاجه ان احنا نستفيد. شفت ايه الجمال ده، ايه الرده ده، بيديني وقت زياده النهارده. تشتغل تاخد وقت زياده وفلوس زياده، تشتغلش لا تاخد لا ده ولا ده. شيل ده كده ونروق الدنيا اول باول عشان الناس الحلوه اللي بتتابعنا. نبص على الكيكه، ما ننساش الكيكه. يا ويلي ايه ده، ايه الحلاوه دي. بص الله يرضى عليك في الفرن قبل ما اطلعها، بص عليها كده عشان عايز اشربها عصير برتقال. مدلعه كان. يلا نطلع الكيكه مع بعض. يلا اهي 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 اهي. اطلعها عادي انا مستني. حاضر عينيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، شايفين اللون؟ هتقولي الحمار ده جاي منين؟ ما هي واخده عصير برتقال، خلي بالك. مش مطلوب ان هي تكون طالعه عادي، احنا مش بنعمل الكيكه الاسفنجيه، ده عصير برتقال حطيته على النار بشويه نشا وعملت صوص البرتقال. وانزل عليها وهي سخنه، واديها فرصه تشرب الايه صوص البرتقال ده كده. بعد شويه هيختفي، هينزل طبعا في مسام الكيكه. حاضر عينيا، حاضر عينيا. زي الفل، بس انا حابب انزل بيه سخنه وهي سخنه لسه. زي الفل، نسويه كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي يا شيخ، سيبيها تبرد بقى وتاخد راحتها. صوص البرتقال ده معمول من النشا والبرتقال وشويه فانيليا، واسيبها تبرد هتاكلي صوابعك وراها زي الفل. تمام، خلصنا من كيكه البرتقال، حلو قوي. نشتغل في الكوردون بلو اللي عامل لي زحمه ده، نحط دي هنا كده ونقفل التوزبيكس بتاعنا كده. خلي بالك من الحاجات المهمة بقى وانت بتقفلي مثلا حمام بتوزبيكس، تحط في الاعتبار تعدي كم واحدة استخدمتيهم قدام عينيكي، بعد ما تساوي تطلعيهم من الزيت او من القلاية بالعدد، لا تنسي واحدة ولا حاجة وتصادف وحظك تيجي تحت اسنان حماتك. يا ويلي مش تاكل عندك خالص. فتعال اعمل واحد اتنين هنا تلاتة، بعد ما اساوي الكوردون بلو ده هنطلع تلاتة. خلي بالك. زي الفل، عشان ما تنسيش بس. تتاكد ان هم ثلاثه طلعوا، لو لقيتهم اثنين تنك تبحثي بايدك واسنانك على الثالثه. عندنا دي ذره زي الفل يا عم الشيف، هنعمل توبنج كده علشان يتظبط معانا التغليفه، كسرولة زي دي كده، ومعانا من الدقيق والنشا مهم جدا. طاسه بتسخن على النار. دقيق ونشا، معلقة دقيق ومعلقة نشا، عليهم عصرة ليمون، ركزي معايا، عليهم شوية تتبيلة من التتبيلة دي كده، التتبيلة بتاعت الفراخ، اخد منها شوية كده اهي، التومة والخلطة دي مهمة جدا، الحاجات اللي بعملها دي كده، واحط شوية مية صغيرين. الله. مش بيض، انا مش عايز استخدم بيض. شفتي بس خلاص. شفتي بقى التركايه دي. حلو قوي. وناخد صدر الفرخه ده كده، ركزي معايا عشان انا التحمير ده سهل، احنا هنعمله مع بعض دلوقتي. واخد دي زي ما هي كده اسقطها هنا، شفت الجو ده كده. بالشكل ده كده. وتطلع من هنا على فين يا شفيق؟ مش على الزيت، على دقيق الذره.
مخرجنا الجميل. شفتي التركية دي مهمة جدا. ده دي ونشا وتبلته. تتبيلته من ايه؟ من التتبيله بتاعت الفراخ. هو كده كده هيتبل لوحده. وعلى دي الذره تاني. ما خدش باله من الاولى ياخد من التانيه والتالته وهكذا. دي ونشا زي الفل. تمام. تسلم ايدك يا عم الشيخ. ونشيل كل حاجه من هنا ونيجي لعمليه التسويه. التسويه هنا خيارين وليك الاختيار. خيارين وليك الاختيار. الاختيار الاول ان احنا هنغلفه دلوقتي بدقيق الذره ويتحمر في قلب الزيت، زيت قليل جدا. الاختيار الثاني يا عم الشيف ان احنا نرصه في صينيه وندخله جوه الفرن ياخد وقته في التسويه، عشان نبقى واضحين مع بعض قبل الحلقه بتاعتنا ما نتفاجئ وان وقتنا خلص. فاحنا مع بعض كده بما ان وقتنا قرب يخلص خلاص هنحمر في الطاسه مع بعض. تحمير في الطاسه ازاي؟ شويه زيت قليلين مش كتير يغطي نص الصدر اهو. لا ما انا مش عايزه تشرب زيت. بالشكل ده كده. وتعالوا نغلفها مع بعض. دي عمليه التحمير عشان نبقى واضحين مع بعض خطوه خطوه. تاني تسويه لك الاختيار الاول انك انت هتحمريه دلوقتي زي ما انا هشتغل. الاختيار التاني بترصيهم في قلب صينيه ودرجة حرارة الفرن عندك بتبقى 150 قليلة شوية وتشويهم في الفرن. حلو الكلام؟ واحنا مع بعض. الله الله عليك يا ولدي. شفت صدر الفرخة في ايدي عامل ازاي؟ بقى صدر دي كرومي. ويا سلام لو حطيتها في التلاجة يا اختي شوية. ويا سلام يا اختي لو حطيتها في التلاجة نص ساعة. زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. يلا. تاني. ده دي ذرة استخدمناها بدل البقسماط. مش نشا دي ذرة اصفر. يلا مخرجنا فرسان التلفزيون المصري شايفين صدر الفرخة اهو. ايه ده؟ يا فندم. العب اللي بعده. حلو. انفضه كده. ايه السر هنا في الموضوع؟ وايه التركايه هنا يا مغازي؟ شويه النشا، شويه الدقيق اللي حطيت عليهم تتبيله وغلفتهم قبل ما احطهم في دقيق الذره، زي ما هي كده اهو. الف هنا وشفها. استفدنا ايه النهارده بقى؟ ضيعنا مع الشيف المغازي ساعه زمن تقريبا من الطين. هل بافاده ولا بدون افاده؟ الافاده الاولى بمكونات ثلاثه كوسه ولحمه مفرومه وبشاميل من الشوفان عملت صينيه كوسه بتتكلم مصر زي الفل. تعتبر وجبه كامله متكامله فيها البروتين فيها النشويات فيها الكالسيوم فيها المعادن فيها كل حاجه حلوه ممكن تدور عليها. عملنا كيكه صيامي لاخواننا طبعا المسيحيين لان احنا متفقين من اول الصيام بنعمل طبق صيامي او طبقين حسب المنيو وحسب مكوناته. وعندنا السلطه الخضراء تعتبر برضو سلطه لطيفه وجميله. وعملنا كيكه صيامي طبعا لطيفه وجميله وشربانه من صوص البرتقال بطعم الفانيليا. عندنا الكوردون بلو في قلب الزيت زي الفل. كده وفيت يا عم الشيخ. تعالوا نقلبه مع بعض. يلا يلا. ما بنهزرش. الله. وسيبيه يستوي ياخد راحته بعد التسويه دي كده والتحميره دي. عينيا. ايه الحلاوه دي؟ ايه التركيبة؟ ان بعد ما ياخد لون برونزي جميل بيكون عندك صينية بتحطهم في قلب الصينية مع شوية عصير طماطم أو صوص طماطم وتدخلها الفرن. اعملي التركاية دي، يعني بتجيبي صينية وتحطي فيها شوية صوص طماطم حلوين وبعد كده تدخليها في قلب الفرن، تبقى لطيفة وجميلة، زي كده مثلا يعني. أنا ما بسيبش معلومة إلا وأقولها، خلي بالك. طبق زي ده كده. عشان عملية التسوية تتم مظبوط. دول كده صوص طماطم اهو زي الفل بالشكل ده كده. استوت الفراخ وخدت لون برونزي مش معناته ان هي استوت من الداخل، لا. نسبه التسويه تقريبا هنا 20 30%. باخد الباشا ده كده، الباشا ده كده، على فين هنا؟ الباشا ده كده اهو، الصدر الحلو ده كده اهو. كده هي مش ربتش معايا زيت اهو زي الفل. عينيا يا فندم.
بالشكل ده كده يا عم الشيف، وتخش الفرن معانا تتحمر لمدة من 20 ل 15 دقيقة، بتبقى التسوية هنا تسوية تامة متكاملة. المنيو بتاعنا لطيف وجميل النهاردة، كنت حريص إن أنا أرضي الأطفال وكبار السن واللي عندهم مشاكل مع التخنة والدسامة، إن إحنا بنعمل يوم في الأسبوع أكل صحي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. هي دي الوقاية، إن أنا يوم في الأسبوع من الأول كده أضبط نفسي وأعمل التلاجة وأفتح باب التلاجة وأعمل الأكل بتاعي هيلثي بالطريقة اللي حضراتكم شفتوها. نستاهل الرؤية والفن والإبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.